على امتداد 100 عام نعيش ظلم وجور وخوف وترهيب منذ اللحظة الأولى تولد فيها تحاط بالخوف والترهيب والمطاردة والتنكيل. ولدنا وأجواء الترهيب حتى الجدران كنا نخشاها حتى الجدران لأن أنت منتهى متهم على كل حال في كل مكان ومهدد في كل لحظة. ما زال المخطط في الذهن موجود قيام بعمل مجزرة بسفك دماء. هلا وسهلا حاضرين دماءنا رخيصة دفاعا عن قيمنا. لا نخاف الموت ونعشق الشهادة. أود على إعدام الشيخ الشهيد العالم الجليل نمر باقر النمر هو أود الزينبي أن تقف أن يقف الناس جميعا ليقولوا الحق كزينب في مجلس ابن زياد ومجلس يزيد بن معاوية. إرادة قاوم ظلمكم وجوركم ولن نتنازل. أقصى ما تفعلون هو الموت مرحبا بالشهادة في سبيل الله. إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار. هذه الدماء المسفوكة ستكتب نهاية هذا النظام.